يا كابتن مجدي، الكلام اللي يقوله المدرب زي كذا قبل المباراة، كم يجلس دقيقة داخل الملعب؟ 5 دقائق، 10 دقائق، بعدين يروح، ولا ممكن يكمل معاك لنهاية الشوط؟ لا، هو الطبيعي لو اللعيب مركز واخد الكلام ده داخل جوه في العضل. يعني ودنه، ما تلاش من الناحيه الثانيه، هو الطبيعي هيمشي الماتش كله. ده الطبيعي. وخلي بالك، في مدربين يجي يعمل محاضره، في مدربين تعمل محاضره قبلها بيوم بالليل، وفي ناس تعمل محاضره قبل الماتش مباشره. يعني ان في لعيبه بتاخد الكلام في ودنها وتطلع، يعني لو نزلت قبل الماتش مثلا بساعتين ثلاثه عملت المحاضره ممكن نصه يروح. لكن التحفيز بالطريقه دي، الشغل الفني دايما على جنب. الشغل الفني ده اللي هي التفاصيل والكلام ده كله، ده سيستم الراجل ده شغال بقاله 3 سنين بيه. لازم اللاعب يكون حاب المدرب طبعا علشان يصدق هالكلام، ولا لازم شخصيه المدرب تكون قويه والمحبه هذه ما لها علاقه؟ لا طبعا، بص، اللعيب العربي بالذات عنده حته العاطفه شويه. لو عرف المدرب يوصل لقلبه وعقله، يعني يحبه ويحترمه في نفس الوقت، هيديله عينه. اللعيب نفسه هينزل يقاتل عشانه. ويمكن رينار خد لعيبه ما بتلعبش في الدوري السعودي، واصر ان اللعيبه اللي اشتغلت معاه 3 سنين يكونوا موجودين. دي نقطه لازم ما تغيبش عن الناس. اللعيبه دي هتنزل تاكل النجيله عشان اكيد المنتخب، وعشان الراجل ده وقف معاهم واشتغل معاهم وقاتل عشانهم فهم لازم يقاتلوا عشانه. لكن في الاخر المدربين الاجانب اذكياء، فاهمين كويس قوي 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 كل واحد يعرف يجيبه ازاي. وخلي بالك، لو انت سالت اي لعيب في المنتخب هيقول لك كل واحد ليه معامله معينه. مين اللي دايما، مين اللي يهزر معاه، مين اللي يضحك معاه، مين اللي يقفش عليه، مين اللي يتكلم قدام الناس، مين ما يتكلمش قدام الناس معاه. فكل واحد ليه معامله خاصه. وهتلاقي الاجانب بره الكوره صاحبك جدا 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 جدا، وتقعد تحكي له مشاكلك وتحكي له مشاكل بيتك ومشاكل اخواتك، كل حاجه هيبقى عارفها وعنده داتا عنها. عشان هو بره الملعب حاجه، لكن جوه الملعب هتلاقيه انسان مختلف تماما. الناس الاجانب كده في الشغل ما بيعرفوش حد. لو انت صاحبي بره الملعب وحبيبي وكل حاجه، لا، انت بره الملعب حاجه وجوه الملعب انا بني ادم تاني خالص. فحته التحفيز دي دايما استركي شعره ممكن تبقى عكس، وشعره تروح في الحته الصح. كتر التحفيز ممكن يخليك تنزل الملعب تقيل، مش قادر تتحرك جسمك من كتر ما انت عاوز تعمل حاجه، وعاوز تعمل كل حاجه في نفس الوقت، مش عارف تعمل اي حاجه. ففي نوع من انواع التحفيز. مره لازم المدرب يكون دايما عارف كويس قوي بيحفز ازاي، وبيقول ايه وما بيقولش ايه، وهل هنقعد حياتنا كلها نحفز، ولا التحفيز ده بيبقى وقت محدد. لان خلي بالك، الكوره كوره، ما ينفعش نقول ان الراجل عنده روح وبيحفز وكل حاجه بس ما عندوش كوره في الملعب ولا كانه بيعمل اي حاجه. ان الراجل عنده شغل في الملعب. وحتى لو تلاحظ سلمان قال لك ايه، قال لك احنا عارفين ندافع امتى ونهاجم امتى ونلعب كره الثابته ازاي ونشتغل ازاي. حفظنا الطريقه خلاص. خلاص، ما ده اوتوماتيك. راجل بقاله 3 سنين مع الناس، فخلاص اللعيبه بيقول لك من غير ما احنا نتكلم مع بعض، انتوا عارفين هتعملوا ايه، هتضغطوا امتى، هتنزلوا تحت امتى، هتهاجموا امتى، هتعملوا تحولات هجوميه امتى. مش محتاج المدرب كل شويه يقعد يتكلم معاك في الحاجات دي. دايما المدرب بيتعصب امتى؟ لما تلاقي اللعيب ما بينفذش الكلام ده. يبقى انت ممرر اللعيبه واشتغل معاهم وي وي والكلام ده كله، وتنزل تلاقي مين دول؟ انا مش عارف مين دول، يعني مش عارف مين اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي.